الله يبارك. المليح اليوم في الاربعاء ديال الفقير صالح، السراد والبياض والنقاق وديما الجديد، واجاو ان شاء الله تسوقوا معنا اليوم من الاربعاء الفقير صالح، وفرجه ممتعه. وتحيه للخوت والحباب اينما كانوا، هاتوما السوق وهاتوما الاجواء، والله يدير الخير وفرجه ممتعه. السلام عليكم الخوت، صباحكم مبروك، تحياتي لكم كبيره، نهاركم مبروك. اليوم رحنا كنتواجدوا في السوق اربعاء الفقيه بن صالح، تصويره الاخوان راه بتاريخ 14/8/2024. اجوا ان شاء الله تسوقوا مع اخوكم يونس ودمجيد. وتحيه لجميع الاخوان الناس اللي كيتبعونا اللي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، تحياتي لكم كبيره ونهاركم مبروك. اليوم الخوت راه الخير راه موجود تبارك الله، والثمن راه كاين. غنشارك معكم ان شاء الله الثمن ديال الخروف الكسابي والثمن ديال الحوليه، والله يسخر ليكم، الله يسهل على كل واحد، وفرجه ممتعه. وما تنساوناش بلا لايك ديالكم، جزاكم الله خيرا، بارطاجيو هذا الفيديو مع خوتكم واصحابكم واحبابكم، وفرجه ممتعه. اجيو ان شاء الله تعرفوا معنا الاثمنه ان شاء الله، واجيو ان شاء الله تسوقوا معنا الخوت والسوق تبارك الله. ها السوق الاخوان راه الله يبارك، هاتوما الاجواء راه ما شاء الله، يلا فرجه ممتعه. وتحياتي لكم كبيره ونهاركم مبروك الخوت، الله يسخر الامور للجميع. اخوان نديروا افتتاح ان شاء الله بهذه السلعه اللي تقديت. هذه الخوت راه سلعه غليظه، سلعه غليظه الخوت، درت الاخوان اليوم سلعه شويه غليظه والمليح. هذه الخوت راه 22 خروف اللي تقدينا اليوم من السوق اربعاء الفقيه بن صالح، المليح نبات زين والغلد والغلد غلم غليظه وافيه الاخوان. هذه تبارك الله، الله يبارك، ماده وغلم شمشق وغلم كامله زينه الاخوان تبارك الله. هز هز لا كاع ريوسه يشوفوها كامله الاخوان تبارك الله، ما شاء الله. هاتوما الخوت، ودابا راه مع مقيده، راه ما غاديش تبان ليكم مزيان. دابا مع مقيده الاخوان راه ما غاديش تبان ليكم مزيان. 22 خروف اللي تقديت اليوم، نحسب ليها ان شاء الله، واللي بغاها ان شاء الله من الخوت والحباب يتواصل معايا ان شاء الله. نقول لي كاع المشره ديالها والرزاق الله، غلم راه غليظه، غلم قارن وتوب وكل شيء، غلم شمشه تبارك الله، الله يبارك. لم كاملة زينة، لم كاملة نبات زين، نبات زين تبارك الله. ها آه تمر تبارك الله، كاملة زينة تبارك الله عليك. غندورو معها كاملة، نشاركوها مع الخوت والحباب، الله يبارك. لم كاملة نقية، كاملة زينة تبارك الله، والله يسخر الأمور. وتحية لجميع الخوت، وفرجة ممتعة. وتحياتي لكم كبيره، واجيو ان شاء الله تسوقوا معنا، واللي بغى شي حبيب راه مرحبا، راه يتواصل معايا ومرحبا. ها انتم الله يبارك. اخوان هاد الحوليات الخوت راه كنتغدى فيهم لواحد متتبع من الصفره، هاد هو الخوت المشره راه ما مقادش، كاينه 31 وكاينه 31 ونص وكاينه 32000 ريال. هاد الحوليات الخوت حوليات تبارك الله زينات تبارك الله. هادو الاخوان العلف ان شاء الله، او الكسيبه اللي باغي ان شاء الله يعلف شويه ويبيع، اللي بغى ان شاء الله يكسبهم على جوج جوايه، على جوج جوايه الخوت. حوليات زوينات وثمن مزيان، ثمن مخير، كاينه 31 وكاينه 31 ونص وكاينه 32000 ريال. حوليه عاليه صندوق وكل شيء الخوت، والله يجيب التيسير لهذا السيد، نكملوا ليه ان شاء الله المشروع ونشاركوه معاكم ان شاء الله كامل، الله يسخر الامور. هاتوما الخوت تبارك الله، الله يبارك، حوليه زينه لا ميس. صباح مبروك، كل شيء مزيان، امور هانيه، الله يحفظك. شحال عطاوك في هذه السلعه؟ 64 هاكا كيد، باش خديتو هذا المشرى ديالك 64 3200 درهم، هذا مشراها الخوت تبارك الله، الله يبارك، غلام زينه. هي شحال فيها من راس اخويا العزيزي؟ 11 اييه 11 خروف الخوت، هذا مشراها الخوت 3200 درهم، 64000 ريال، الله يبارك، سلعه تبارك الله.
دابا باقي ما عطاوكمش وقال يلا ديتوتهم. أيوا يلا داو يا اخوان هنا ف 11 خروف الخوت غلم بدريه غليظه الخوت ورطبه مشمشه هذه ديال السرحه يا اخوان تبارك الله الله يبارك الله يسخر الخويا العزيز ولا ما يستر لك كنشكروك اسيدي هما يستر نمشيو تجاه اخر الخوت الله يبارك الخوت نشاركوا معاكم هذه النبات تبارك الله خو العزيز مع شحال هنا شحال الثمن اخو لك شحال الثمن الله يحفظك هذه تباعت ياك 52 الف ريال 2600 درهم الخوت اييه هذه جمله تباعت في 52 اييه هذا نبات ديال الكسيبه دابا اييه اللي يحتاج شي حاجه راه يتواصل مع الصديق هذه الاخوان الرباع هذا السيد خلي الاخوان النمره ديالك 06 71 59 59 54 54 74 الله يسخر الخويا هاتوما الخوت هذه راه 2600 درهم باش باعت الخوت 52 الف ريال تبارك الله الله يسخر الخويا العزيز هما يسر هما يسر ونمشيو تجاه اخر الخوت السلام انت كيداير واش بخير شحال عطاوكم هنا 54 هي 2700 درهم هذه يا اخوان 54 الف ريال هاتهم السلعه تبارك الله سلعه بدريه يا اخوان هذه 2700 درهم يا اخوان 54 الف ريال تبارك الله نبات زين نبات زين الخوت نبات ميسل تبارك الله اللهم يسر اللهم يسر لكم اللهم يسر اللهم يسر نمشيو تجاه اخر بارك الخوت نشاركوا معكم السلعه تاع هي تبارك الله والعزيز مع شحال الثمن كي داير هذه 65 ياك هذا المعطى ولا الثمن ديال البيع اخو المعطى ياك اييه 3250 درهم على الاخوان فواحد فرطاس ياك اييه واحد فرطاس شي جول فيهم حبيك اييه هذا المعطى 65 والثمن ديال البيع اخو العزيز 70 الف ريال 3500 درهم الشو هذا طايح يا رشمان بعتي عزيزو بعتي سخر مولاي شحال شحال دوك زو ما عرفتيش انت تبقى ما عارف سير الله يسخر هما صافي كمل على الرشمة سيدي احنا وقفنا من الخير تبارك الله ولا هما يسر نمشيو تجاه اخر الخوت ولا مزينه هي راه فيها واحد جوج فيهم حبات وواحد فرطاس وهذا قال لي كاين حقيقة بالدقيقة والرزاق الله يبارك الخوت شاركوا معكم السلعة تبارك الله السلعة هذه الخوت سلعة غليظة خو العزيز شحال عطاو؟ شحال عطاوكم اخو العزيز؟ 62 و 500 اييه 62 و 500 ريال هذه الخوت فلم رطبة غليظة الخوت تبارك الله اييه وهذه شحال؟ ثمن واحد اييه ثمن واحد الاخوان تبارك الله 62 ونص ثمن واحد هاتهم الخوت سلعة واحدة ثمن واحد هذه شحال كاينة هنا من راس كلشي كاينة 22 ياك اييه كاينة 22 خروف الخوت كلشي هنايا هنا المعطى الخوت 62 و 500 ريال 3125 درهم كاينة هادي الاخوان وكاينة هادي الخوت والله يسخر لكم اخويا العزيز الله يجيب لكم التيسير هاتهم الاخوان السلعة تبارك الله ما شاء الله يوم نمشيو تجاه اخر هما يسر هما يسر الف ولا تيدير 64 ونص 64 ونص بعدا كي داير كلشي مزيان هاني كي داير السوق اليوم شويه السوق شويه الثمن راه كاين والخروج شويه قليل هادي 64 ونص باش ديتو اييه عطاوكم 30 الف مازال ما بغيتوش تبيعوه كتقول لي السوق عيان ها 30 الف اصاحبي خاصكم تبيعوا قلت لهم 60 الف الله يسخر الله يسخر اللهم يسر لكم واس اللهم يسر ها شي حاجه مشمشه وغلم غليظه شويه عيانين جوج هذا وقال لك الله يسخر خويا والله يجيب التيسير اللهم يسر لكم واس والله الا الحمد لله الله يحفظك الله يبارك فيك الله يبارك فيك كنشكروك اسي هاتوما الخوت هذه راه مشريها 64 ونص والله يجيب تيسير ونشوف تجاه اخرى الله يحفظك ضروري ويلي
لا بغي غنخرج منا ب 45 وعقبت دوزتو شي حاجه 39 الله يسخر خويا العزيز الله يسخر فردوا منا شي حاجه الاخوان 45 وشي حاجه ديال 39 الف ريال هذه حوليه الله يسخر لكم هادو شحال هاد هادو عطاوكم 45 هادو ربع او اربعة لا هاد جوجات اربعة اسمح لي هاد شوي هادو 45 2250 درهم الله يسخر الخويا العزيز كنشكرو بس هاد شويه الله يرحم لك الوالدين غندوز العميم السلام عليكم كي داير لاباس عليك امور هانيه شحال عطاوك فهاد الخير 49 هذه 49 الف 50 قال واحد 2450 درهم الله يسخر العميم الله يسر لك الله يسر شحال هاد المليح هاد الغليظه ما عرفتش الثمن ديالها الغليظه ديال 63 63 فيها حل الحبه فيها جوجات فيها وحده من هنا الخوت وفيها وحده من هنا هذه تباعت 63 الف ريال هذه راه تسوى 74 ولكن الحبوب مليحه تبارك هذه تسوى اكثر ولكن مني هذه الحبوبات ناقصه الثمن والله يسخر الله يسخر الله يسخر غنشارك معكم فيديو تبارك خويا العزيز كي داير لاباس عليك امور هانيه لاحظ شحال الثمن هنا 80 فهاد الجوجات اللي من هنايا 4000 درهم تبارك وهاد الجوجات اللي من لهي شحال عطاوك 40 الله يسخر راسك بو كامل واش مزيانه بو كامل الله يحفظك قلت لي هذه راه الحمد لله صح صح هذاك الشيء اللي كاين هذه الاخوان راه زايده على ديال السيمانه اللي فاتت ياك هذه زايده الاخوان هذه شي حاجه جاب لكم شي حاجه طوب كاع شي حاجه زينه تبارك الله الله يبارك بو كامل شحال في هذه من خروف اخويا 10 10 الاخوان تبارك الله مزردين ما شاء الله بو كامل شحال الثمن والعزيز 105 في الفرادي وجمله شحال عطاوك 95 هذا مشرا ما عطاوك الجمله عطاوك في الفرادي اي المليح مليح اختصارات تبارك الله كي داير السوق ابو كمال كي داير الاجواء كي داير اخو مغلين والحريفيه الحريفيه ياك نعطي واحد المفصل ابو كمال شوف وحق لا اله الا الله خلونا بو كمال شوف بو كمال دابا هو راه كيبيع عشري ولكن كيقول لي كاين صريح صراحه بو كمال اللي احتاج شي حاجه خلي الاخوان النمره ديالك 23 78 69 57 اللي احتاج شي حاجه راه يتواصل مع بو كمال شي حاجه طوب شي حاجه مليح تبارك الله الكسب وشي حاجه هذه الاخوان اللي تحسين الناس الفحله هذه كامله تبارك الله تدوز الفحله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله المليح مليح تبارك الله هاتوما الخوت دمع لكم مال القرن الفاصل بياض كلشي تبارك الله ما فيش شي خروف خايب تدخل وسط المليح ابو كمال المليح ترى الكسكس اسمه 86 كاين متفق معاك تبارك الله عليك ابو كمال وكنشكروك اللهم يسر الله يبارك اخو خير تبارك الله شحال السي محمد هنا داير بخير الله يحفظك الله يبارك 94 اللي قلت لهم ياك 4700 درهم 94000 ريال مليح زينه تبارك ما شاء الله هذه الخوت 94000 ريال 4700 درهم غلم المليح 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 الاخوان المليح تبارك الله شحال في هذه يا سي محمد خويا شحال شحال من خروف لا يعطيك الصحة 10 10 هادو الخوت 10 هادو دابا الاخوان اللي بغاهم راه لتحسين النسل
واللي بغاو حتى الكسيبه راه مزيان. هي من الاحسن لتحسين النسل هادو كاملين ان شاء الله يدوزوا في حوله الاخوان فروخه يتعزلوا يطلقوا مع الشياه حوليات ولا نعجاش ولا لتحسين النسل باش يعطيو سلاله زوينه. وهذا الشيء اللي كاين الخوت فرجه ممتعه ونمشيو اتجاه اخر ونشاركوا معكم حتى الحوليه. تبارك الله على خويا السي محمد تبارك الله عليك اخويا. غادي يمشي عندكم دابا المعطى 90000 ريال اللي ثابت هي 4500 اللي ثابت هو العزيز هاني الثمن 75 هادو 75 هي ربعه هادو الخوت هادو 3750 درهم. هذا المعطى ولا الثمن ديال البيع معطى ولا لا تبغيت فيهم 4000 درهم تبارك الله 4000 درهم 80000 ريال الله يبارك. والمعطى الخوت 75 3750 درهم ومرة 4 الخوت. الله يسخر لك اخويا العزيز وكنشكروك اسيدي لهم ميسر هم ميسر تبارك الله. هاتهم الخوت السلعه بدريه تبارك الله زينه نبات زين تبارك الله نبات زينه هذه الاخوه كاين الزين تبارك الله كاين شي حاجه اللي هي بدريه والثمن راه كاين كما كنقول لكم مليح راه بثمنه الثمن راه كاين والمليح راه كاين هذا هو اللي كاين في الفقيم صالح المليح كاين وكاين الثمن وهذا الشيء اللي كاين الخوت وفرجه ممتعه الله يسلمك الله يبارك الخوت البيض المنقي هذا تبارك الله وليدات المدرسه كدايرة الدري لاباس عليك امور هانيه هذا الكساب ديالنا الصغير هذا الاخوان شحال عطاو تباعو بشحال دازو 55 2750 درهم اييه هاتهم الاخوان نبات زين نبات زين تبارك الله هادو الخوت راه تباعو ب 55000 ريال الناس اللي باغا بحال هاد الشكل هادو راه 55 باش دازو 2750 درهم هادو باش دازو ياك وهذا الله يسخر ليته ما ميسر هاتهم الخوت نبات زين نبات زين عاد درقوا مخرج القرنيط تبارك الله والله يسخر ليكم اسيدي لا ميسر لا ميسر ليكم في هذا الخير تحيه للكساب ديالنا لا ميسر لا ميسر نمشيو تجاه اخرى الله يبارك خير هذا تبارك قول عزيز الثمن الله حافظك شحال الثمن نعرف الله 60 اخويا وعطينا 60 و500 60 وعطاوك 60 و500 60 و500 ريال دابا المعطى اللي عطاو الله يحفظك هاتهم الاخوان عاطين دابا 3025 درهم 60 و500 ريال فهاد الخير المليح كاين المليح راه كاين والثمن راه كاين هذا هو اللي كاين الله يحفظك تبارك الله هذه راه الاخوان راه ماركه الماركه الخوت هاتهم قرن تبارك الله والثوب هذه راه الماركه قول كاع عطيها تعطيك الماركه الدوريجين دابا كاينه كاينه اللي هي ماركه شويه وكاين اللي ماركه الدوريجين هذاك الشيء درجه بدرجه اتفق معاك هذه الخوت 3025 درهم 60 و500 ريال الله يسخر الله يسر خويا والله يجيب لك التيسيرات الله يسر